هذا النشاط راح يحتوي على العديد من فعاليات للأطفال بإشراف من الشباب أنفسهم من دائرة المتطوعين في بلدية الخليل والمتطوعين في مركز المرأة اللي موجود هون. بالإضافة راح يكون بالإضافة للألعاب الأطفال راح يكون في جداريات خارج المركز. وهذا النشاط مش أول نشاط بتقيمه بلدية الخليل بمناسبة يوم العالم للشباب. سبق أنه تم إقامة الجدارية اللي موجودة على جدار مدرسة إبن رشد، بالإضافة إلى العديد من النشاطات الشبابية اللي أقامتها دائرة الأنشطة والمراكز التابعة للبلدية. هاي السنة كانت الفكرة civic engagement أو انخراط الشباب في المجتمع المدني، مشان هيك عملنا هاي الفعالية اللي هي بالتعاون مع مكتب اليو ان هابيتات وبلدية الخليل. اخترنا منها متطوعين من مجلس بلد الأطفال، بالإضافة لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتدريب المهني والتقني اللي هو ممول من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. طبيعة النشاط كان اليوم مقسوم لقسمين، القسم الأول اللي هو عمل جداريات بتعزز مفهوم انخراط الشباب في المجتمع المدني، والفكرة الثانية اللي هي نشاطات للأطفال عبارة عن ألعاب قسمناهم لفريقين، كل فريق كان بتحدى الفريق الثاني في ألعاب معينة، وطبعا الهدف إنه نعزز فيهم روح اللي هو التنافس الحلو. والله كان هيك المفروض إنه